بس انه كتير بحب انه يكون زوجي مش عربي. كتير بحب انه يكون زوجي مش عربي ويكون من بلاد اوروبا، لانه they are اول شيء respect البرايفسي تبع المرأة، يعطوها وقتها، بيعطوها السبيس تبعها، بيعطوها انه انت مثلا حتى باوقات كتير يعني دورة شهية بتجيها للمرأة، بيعرفوا انه هذا الوقت لازم هي ما أعصبها، ما أحكي معها، بروح أجيب لها شوكولات، بقيم بحط، فاهمين التكوين والسيستم تبع المرأة. ونفس الشيء هي ما بتخنقه، مش 24 ساعة وينك، وين طالع، وين جاي، ولا تزوجنا خلاص مليت مني، مش طايق تقعد معي، ما بشوف خلقتك.